لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا في فقراتنا، ومع التميز والإبداع والمشاريع الشبابية الوطنية التي تعودنا من خلال برنامجنا تسليط الضوء عليها. مشروعنا هذه المرة هو ثلج وتوت لتحضير الآيس كريم والعصائر، خصوصا مع دخولنا موسم الصيف. العصائر هذه بنكهات متعددة وخلطات مميزة، بنتعرف على أسرارها من خلال صاحب المشروع أحمد الهاشمي. مساك الله بالخير أخ أحمد. الله بالنور والسرور. حياك الله. الله يحييك ويبجيك. ثلج وتوت، شو موضوع الثلج والتوت؟ الله يسلمك. ثلج وتوت هالفكرة كانت موجودة عندي من كم من سنة، بس للأسف ما قدرت أني أفتح بالسنوات اللي طافت. السبب؟ عندي السبب الله يسلمك، عندي أعمال تجارية ثانية، انشغالي في الدراسة كذلك، عندي نشاطات اجتماعية ثانية. ما شاء الله، ما تفرقت لهذا أبدا المشروع. فالحين في الفترة الأخيرة الحمد لله قدرت أني أعطي من وقتي لهالمشروع، والحمد لله طلع بصورة طيبة الحمد لله. طيب، مشروع عادة يحتاج لدعم، لكن أنت ذكرت قبل شوي بأن عندك أنت أعمال تجارية أخرى. نعم. يمكن ساعدتك. صحيح. هل المشروع بتمويل ذاتي ولا حصلت على دعم من جهات؟ بصراحة أنا إنسان الحمد لله عصامي يعني في حياتي، ما شاء الله، فاجتهدت أنا روحي يعني بدون حتى تمويل بنكي أو ما شابه الحمد لله. طيب، مشروعك هو عبارة عن شو بالضبط؟ اشرح لنا. بصراحة المشروع هو عبارة عن تقديم عصائر وخلطات مميزة، ما تكون يعني في أمور موجودة هذه كانت لابد منها أن تكون موجودة في المحل، وفي أشياء لا مميزة فعلا مو موجودة في أي من محلات الموجودة في الدولة تقريبا. مثل عندنا مثلا خلطات موجودة اللي هي الشوارفسكي بلوبيري، شوارفسكي رمان، هذا يكون فيه الحبة الحمراء اللي هي بالعادة تنحط في المشروبات الساخنة، لكن احنا حطيناها في مشروبات باردة. عندنا كذلك الايس اند بيري موهيتو، هذا عبارة عن تشكيلة متنوعة من البيريز ولكن موهيتو. كذلك في عندنا الميلك شيك كورنفليكس، هذه خلطات ما حد سواها. عندنا الشيرلي تمبل فيرست نايت، هذه في منها الكثير خلطات يبناها حتى من برا مش موجودة هنا في الدولة، في منها إسبانية وفي منها مكسيكية. إذن يعني محبين العصائر والخلطات هذه بإمكانهم أنهم يتذوقون حاجة يمكن للمرة الأولى تحصل مثل هذه الخلطات مع بعض، خلطت أشياء تستخدم في مشروبات ساخنة مع مشروبات باردة. صحيح. عملت مزج ما بين الكورن فليكس المعروف عند الأطفال والكبار كذلك مع الميلك شيك مثل ما تفضلت. صحيح؟ صحيح. طيب، هذه نسبة الكالوريز فيها عالية، ما يعني تشوفني أنا أنت أول شيء جرب على نفسك من علامة تد. الله يسلمك. فيه كذلك خلطات يعني ما قدرنا نوفرها هنا موجودة، لكن موجودة في المحل مميزة جدا، يعني لاقت استحسان وإقبال من الحمد لله من الزباين. حاليا نحن استوالنا في حدود أقل من شهر فاتحين، لكن الحمد لله في ضغط علينا الحمد لله. ما شاء الله. بسألك عن يعني مكان المشروع هذا ومكان المحل اللي من خلاله تتوفر هذه المنتجات الخاصة بالمشروبات وكذلك ملحقاتها مثل ما ذكرت الحلويات أو السويتات، لكن في عندنا قلت لي لقطات. طيب، نشوف اللقطات هذه مشاهدينا مع بعض الخاص بمشروع ثلج وتوت، وبنرجع نكمل لقائنا.
مشاهدينا لا أذيع سرا أن قلت أن كل اللي شاف اللقطات يعني مثل ما ذكر لي المخرج بأنه تعب نفسيا. كل اللي في الاستديو وخلف الكواليس مو متعشين، ما أعرف السالفة. لا وبالإضافة إلى ذلك الضيف بعد مو متغدي يقول يعني اليوم الله يكون في عوننا بعد الحلقة. قل لي يعني أنا وش أهنيك على فكرة مشروعك، أنت حبيت تضيف حاجة واليوم الناس حقيقة تبحث عن الجديد. اليوم جانب المأكولات، المشاريع المتعلقة بالمأكولات هي اللي لها رواج كبير بين الناس صراحة يعني، وهذا لا يخفى على الجميع. خلنا نذكر أول شيء بعد ما شفنا الكرب والحلويات والعصائر وغيرها، مشروعك وين؟ مكان المحل في الشارجة مقابل فندق راديسون بلو. عند دوار راديسون بلو مقابله. آه طيب، سهل الوصول لك؟ أكيد يعني الكل يعرف موقع فندق راديسون بلو وهذه المنطقة اللي هي قريبة من قلب الشارقة. طيب المشروع هذا لما بديت تنفذه حال أي مشروع واجهتك صعوبات، شو هم الصعوبات هاي؟ بصراحة أنا من خلال تجربتي في التجارة إذا تبى تنجح لازم تكون متميز على الباقي. صح. أما إذا بتسوي شيء نفس غيرك فما سويت شيء جديد يعني. الصعوبات أبرزها كانت أن الواحد يكون متميز. وكيف استطعت يعني كيف قدرت يعني تحصل على مثل هذه الأفكار اللي من خلالها قمت بخلط مجموعة من الأشياء المحببة عند الناس وجربتها وبعدين أطلقتها في هذا المشروع؟ بصراحة أنا أغلب المواد المستخدمة نستوردها نحن من برا استيراد خاص لنا نحن. أغلب النكهات، أغلب السيروب المستخدم خاص فينا نحن نستورده من برا، وسافرت أكثر من مرة في سبيل أن أورد هالأمور المواد الغذائية. وبالإضافة للأفكار في منها الكثير مو موجودة هنا وفي منها لا استنتاج شخصي يعني فقط أثناء التفكير وغيره يعني استنتجنا بعض الأمور. أكيد الحمد لله طلعت بنتيجة إيجابية كلها. صار لك شهر، يمكن يعني سؤالي ما بيكون مهم جدا يعني خصوصا المشروع صار له شهر، ولكن يعني من الواجب علينا طرحه. كيف وجدت إقبال الناس في هذه الفترة في فترة الشهر؟ هي بالفعل مش مقياس، ولكن يعني بالنسبة لك أنت اليوم كمستثمر. الحمد لله الإقبال كان كبير جدا، كان يفوق التوقعات ويفوق الخطة اللي أنا حاطنها في بالي. ما شاء الله. هي الحمد لله. كيف روجت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد السوشيال ميديا تلعب دور كبير حاليا في أي عمل تجاري يعني، لأن كثير من الناس أنت عارف أن متابعينها السوشيال ميديا كبير جدا وتركيز عليه كبير. أكيد. طيب احنا وصلنا للختام. هذا المشروع ان شاء الله في المستقبل هل عندك فكرة لتطويره؟ أكيد ان شاء الله بتكون في ان شاء الله بإذن الله في سلسلة بتكون في جميع الإمارات الدولة ان شاء الله، وان شاء الله نبدع أكثر ونوفر نكهات كذلك، في مفاجآت بتكون جديدة في الساحة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا بنتميز فيها أكثر. حسابكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ آيس أند بيري. آيس أند بيري. نعم. أحمد الهاشمي صاحب مشروع ثلج وتوت، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مشروعك هذا، وبالفعل تحقق طموحك من خلاله أنك تفتتح سلسلة فروع في كل أنحاء الدولة. الله يسلمك.